مسكينا، كنت امرئا مسكينا، متى؟ في ذاك الوقت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. إذا يريد من هذه الدنيا فقط ملء بطنه. اسأل نفسك ماذا تريد من الدنيا، ماذا تريد؟ فإذا كان هذا حالك فقط، تصحب العلماء بملء بطنك، فستوفق. وتحتاج إلى من يساعدك في ذلك؟ إلى، يا أخي لا أظل لك تشوش علينا، إلى من تحتاج في ذلك يعينك على ذلك؟ إخوة. تحتاج إلى زوجة تقبل أن تعيش معك على ملء بطنها فقط، لكي تتعلم أنت وترجع تعلمها وتربي أولادك. فإن ابتليت بزوجة لا تقبل فستجر أو سيحدث فراق بينكما. عشان هيك فضفر بذات الدين من البدايات، من البدايات تحتاج إلى صاحب الدين. فأبو هريرة عنده زوجة أما ليس عنده؟ عنده زوجة. طب كيف يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه؟ إذن الزوجة تقبل بملء البطن، وإلا ستشغل. هتلنا ألف، هتلنا باء، هتلنا جيم، هتلنا دال، بعدين دال ها واو. شو بدنا نعطيك الحروف كلها ويتقول لك جيم وانت ايش؟ دوام طويل. قرأت اليوم كتب؟ شو اقرأ؟ ما انا في الشغل في الدوام، وبس رجعت سلخت نومي، انا قادر افتح عيني. طب اقرأ كتاب يا اخي. قرأت صفحتين الثوابت ميت مثاوبة، بعدين نمت. يعني لا عندك وقت راضي تقرأ ولا بدون وقت راضي تقرأ. فهذا الذي حذر منه ابو هريرة، على ملء بطني فاحضر حين يغيبون، مجالسة العلماء. فاحضر في 7 دروس في اسبوع، حضرت لك درسين ماشي، بس طايل مطلب منك 5. وين رحت؟ هذا حال ابو هريرة. الامام النووي كان في اليوم الواحد عنده 12 درسا. احضر حين يغيبون واعي. شو يعني واعي؟ احفظ. لانه في ناس بيحضر وما بيحفظ. يعني في ناس بيحضر وبيكتب، وبعدين يا جماعة هاي الكيس حاطوا الدفاتر هون، اول ما يطلع بحط الدفتر ما بفتحه. هاي الكيس، هاي الاسماء موجودة عليها، محضروش اسماء. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا جماعة هذا حال ابي هريرة، يحفظ، يدرس، يفهم، وإلا لن تصبح طالب علم. طب ماشي. واعي حين ينسون. طيب